بعض الأشرار بيستغلوا أي حاجة أي حاجة، وراحوا خابطين في الجيش. والجيش ده بالنسبة لنا مش خط أحمر، خطوط حمراء. الجيش ده بالنسبة لنا هو السند، هو الدعم، وهو الداعم، وهو الحامي. فما تيجي حضرتك تتكلم عن الجيش المصري، لا يعني ينقطع لسانك الأول وبعدين تبقى تتكلم عن الجيش المصري في هذا الإطار. خلينا نروح للأستاذ محمد مرعي، كبير الباحثين في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. يا أستاذ محمد، إزاي حضرتك؟ أستاذ جابر، إزاي حضرتك؟ الله يخليك يا فندم، جدا والله أنا معاك مع حضرتك يا فندم. يشرفنا يشرفنا يا فندم يشرفنا. أكيد وأنتوا في المركز بتتناقشوا وبتتبادلوا الرؤى في الأحداث الجارية، وأكيد برضه بيبقى ليكوا رأي في هذا الإطار، يا ريت لو بنحب نسمعه يعني. خليني أخذ من آخر حاجة حضرتك كنت بتتكلم فيها على فكرة مزايدة البعض على الموقف المصري يعني. خلينا نقول اللي بزايد على الموقف المصري بشكل عام قد تكون مجموعات وكيانات يعني مهما فعلت مصر فهم لديهم موقف عدائي اصلا من مصر والشعب المصري والدور المصري بشكل عام يعني. منها طبعا مجموعات طبعا للتنظيم الدولي الاخوان، وحتى للاسف كمان اللي بيروج او بيسيء كمان للدور المصري هي لجان الالكترونيه طبعا لبعض الفصائل الفلسطينيه منها حركه حماس، وهذا للاسف رغم ما تكون به من مصر من جهود وادوار يعني يشهد لها العدو قبل الصديق. خلينا نقول ان هو الوضع الان يعني فيما يتعلق بازمه غزه وخاصه والان في رفح المتزامن مع استمرار الجهود المصريه او المحاولات المصريه بالشراكه مع باقي الوسطاء والاطراف للوصول لهدنه، الوضع صعب للغايه. يعني طبعا جميعنا نامل ان تنجح هذه الاتفاق على صفقه لتبادل اسرى والمحتجزين وتحقيق هدنه يعني ايه تخفض من التصعيد الجاري امامنا. وتم حتى يعني تحول هذا الصراع الى مواجهه شامله تؤثر على مصالح جميع الاطراف في المنطقه. مصر في تحركها من هجوم 7 اكتوبر الى الان في الازمه تحديدا لم ترى امامها سوى الشعب الفلسطيني، لم ترى امامها سوى وقف نزيف الدماء من الاشقاء داخل قطاع غزه. صحيح. اذا تحدثنا حتى عن الدور الانساني، يعني الدور الانساني من قاد الجهود الاقليميه والدوليه لنفاذ المساعدات الى داخل قطاع غزه؟ كانت مصر. مصر يعني هي من غيرت حتى الموقف الامريكي والموقف الدولي فيما يتعلق ب يعني رفض مخطط التهجير الذي كانت تسعى اليه وما زالت تسعى اليه اسرائيل. كانت القاهره كانت المواقف المعلنه من القياده المصريه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفض مخطط تهجير، ان مصر لم ولن تقبل اي خطط من شانها تهجير الفلسطينيين من غزه الى سيناء، وانها تمتلك حتى من الادوات للدفاع عن سيادتها وارضها على المستوى السياسي والدبلوماسي. طاعت مصر مع مختلف الاطراف. خلينا نكون واقعيين شويه يا استاذ جابر. اسرائيل منذ 6 اشهر او منذ 6 اشهر او 5 اشهر وهي تتحدث عن اجتياح رفح، مصر يعني هي من اوقفت وعطلت اسرائيل على مدى 5 اشهر من خلال ضغوط مباشره على اسرائيل او من خلال ضغوط من خلال الطرف الامريكي لتعطيل اي انشطه عسكريه اسرائيليه في رفح. لكن للاسف يعني بعض التصرفات يعني غير منضبطه من بعض المجموعات المسلحه داخل يعني داخل غزه. خلينا نتحدث الهجوم الذي حدث على القاعده العسكريه الاسرائيليه في محيط معبر كرم ابو سالم، هذا الحادث الذي جاء يعني في ظل ان هو كنا قريبين للغايه من امكانيه الوصول لاتفاق. اسرائيل لم يكن امامها او نتنياهو واليمين المتطرف معه لم يكن لديهم الذريعة ولا الحجة أمام الطرف الأمريكي أو أمام المجتمع الدولي للبدء في أي أنشطة عسكرية في رفح. ولكن للأسف هذا الهجوم أعطاهم هذا المبرر ويحاولوا توظيفه الآن لإفشال
او يعني ايه لاطاله امد المفاوضات لتعطيل الوصول بشكل سريع الى هدنه وصفقه سريعه يعني تنهي الصراع القائم او يعني تضع بدايات حقيقيه لوقف دائم ومستدام لاطلاق النار.